سلام بنات ودراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم سندوتشات كيجيو البنات واحد العجينه كتجي قطنيه، واحد الحشوه كتجي البنات معلكه. كنتمنى تجربوا مع افضل وسادكم. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، في القصريه غادي نحتاجوا 400 غرام ديال دقيق الفورس، غادي نحتاج معلقه ونص ديال الخميره فوريه، غادي نحتاج معلقه ديال سنيده، غادي نحتاجو شويه ديال الملحه، غادي نحتاجو 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، غادي نحتاجو واحد الياغورت طبيعي، غادي نضيف الكاس ديال الماء. صافي البنات، غادي نضيف دابا الماء في العجينه، خاصه العجينه خاصها ما تكونش قاصحه، ما تكونش مرخوفه. صافي البنات، غادي نضيف دابا الماء تدريجيا، تنجمع العجينه ديالتي. من بعد ملي جمعنا العجينه ديالتي، غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الزبده، غادي ندخل الزبده في العجينه، صافي البنات. من بعد ملي دخلنا الزبده في العجينه ديالتي ديال الساندويتش، غادي نغطيها دابا باش تخمر. ودابا البنات غادي نمشيو غادي نوجدو دابا الحشوه. وني البنات، في المقله ضفنا شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف واحد الحبه ديال البصله اللي مشلطه. صافي البنات، غادي نديوها نجيبوها دات نزلينا البصله. من بعد غادي نضيفوا لي شويه ديال الفلفله الحمراء. من بعد ملي خرجنا الفلفله في المجمد، غادي نضيفها واحد الكميه قليله. صافي البنات، غادي نشحر بين البصله والفلفله حتى تنزل ليا البصله والفلفله. من بعد غادي نضيف واحد الكميه قليله ديال السدر ديال الدجاج اللي قطعنا علاش في مربعات. وفي الحشوه البنات، هي راه كتجي البنات اختياري. ملي البنات انا غادي نخلط بين السدر ديال الدجاج وشويه ديال الكفته. صافي البنات، من بعد ملي دفنا لي الكفته، صافي البنات غادي نشحر بين البصله والفلفله والسدر ديال الدجاج والكفته. صافي البنات، غادي نضيف دابا التوابل، غادي نضيف شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه. غادي نضيف واحد الكميه قليله ديال صوص الصوصه. صافي البنات، غادي نشحر دابا العناصر. هادو هما التوابل اللي غادي نضيفو للحشوه، وكتجي البنات واحد الحشوه لذيذه، كتجي معلكه. صافي البنات، غادي نضيف لي واحد الكميه قليله ديال الفرماج ديال الموزاريلا. صافي البنات، غادي نطفي على النار. صافي البنات، من بعد ملي خمر ليا العجينه ديالتي ديال الساندويتش، غادي ناخذ شويه ديال الدقيق الفورس. صافي البنات، من بعد ملي خمر ليا، غادي نقسم العجينه على جوج، غادي ندير فيهم جوج ديال الكويرات. البنات، من بعد ملي دفنا ليه الدقيق، غادي نسرحو دابا بالمدلك. والعجينه البنات خاصها ما تكونش رقيقه، تكون شويه غليظه. صافي البنات، غادي ناخذ واحد الاطار يكون مربع ولا يكون دائري. صافي البنات، غادي نستر دابا فين غادي نحط الحشوه ديالتي. من بعد ملي سترت فين غادي نحط الحشوه، صافي البنات غادي ناخذ دابا داك الاطار. صافي البنات، داك الاطار الوسط ديال الاطار غادي نعمرها بالحشوه. من بعد غادي ناخذ الفرماج ديال الساندويتش. صافي البنات، غادي نضغط على الاطار. صافي البنات، كيما درت الاولى غادي نديرها الثانيه والثالثه. صافي البنات، غادي ناخذ الاطار وغادي نقطع ديك مربعه، وغادي نحطها فوق الفرماج، وغادي نسد فيهم الجوانب، وكتجي البنات واحد السندوتشات كتجيو البنات رائعين. صافي غادي نحطها على اختها، وغادي نسد الجوانب. صافي البنات، من بعد ملي غادي نسد دابا الجوانب، غادي نحطها في اللاطا اللي فرشنا ليها بابي كويسون ودهناها بشويه ديال الزيت النباتيه.
من بعد ملي كملت الكميه اللي عندي غادي نغديهم دابا في واحد المنديل، غادي نخليه يخمر ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ملي خمروا لي السندوتشات غادي ناخذوا اما موس اما زيزوار تكون نقيه، غادي ندير شرائح. صافي البنات من بعد ملي درت الشرائح صافي غادي ناخذوا واحد الحبه ديال البيض، غادي ندير ليها شويه ديال القطرات ديال الحليب. صافي هنا البنات غادي ندهن بهم الواجهه ديالتي ديال السندوتشات. وهنا البنات راه الفران راه شحت ليه من قبل من الفوق ومن التحت والنار تكون مهيله. غادي ناخذ شويه ديال الفرماج ديال مرزايلا، صافي هنا البنات من بعد ملي درت ليه شويه ديال الفرماج ديال مرزايلا غادي نرش ليه شويه ديال الجنجلان وغادي نرش ليه شويه ديال معدنوس مجفف وغادي نتخلط ديالتي للفران. غادي نشعل من الفوق ومن التحت تكون النار تكون مهيله. صافي البنات غادي تيتحمروا ليا ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات من بعد ملي خرجنا السندوتشات ديالي من الفران كيجيو البنات محمرين وكيجيو رائعين. صافي هنا البنات غادي نغطيهم بواحد المنديل واحد المده ديال 5 دقائق. غادي نقطع عليكم وحده باش تشوفوها كتجي البنات رطبه وكتجي هشيشه واحد الحشوه كتجي البنات معلكه. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال السندوتشات ديالي، كيجيو البنات قطنين كيجيو رائعين كيجيو البنات معلكين. كنتمنى تجربوا مع افادوس ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء الدراري كاين في القناه، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايك الزوين كتخليو ليا. كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى الفيديو اخر طلعوا ليا فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.